السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ على خير؟ نتمنى تكونوا دوزتوا نهاركم بخير وعلى خير يا ربي. مرحبا بكم من جديد معايا فيديو جديد وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله الفطور الخامس من ايام رمضان، فطور اللي خفيف ظريف، قلت ضروري خصني نشاركو معاكم واخا خفيف. هنايا البنات درت لها القمع بالحمص، كتجي خطيرة يعني في الفطور. مرة نبدلو فيها، بس الهرقمة ديالي البنات انتم تشوفوا شنو كندير فيها على بركة الله. اول حاجة نبدأ بها الصلاة والسلام على اشرف المرسلين، ندوزو المقادير. هنا يا البنات خديت الكراع، يعني تقريبا واحد الرجل اللي مقطع بهذا الشكل، هذا مغسول ومنقي مزيان. عندي هنايا واحد البصله صغيره اللي نكون قطعتها مربعات صغار، وبصله صغيره شلطتها بهذه الطريقه هذه يعني شرائح. عندي الثومه، عندي الحمص كذلك، ما حطيتوش هنا البنات لانني غادي نطيب شويه الكراه. عندي الحمص طيب، غادي نطيب الكراه هما على شويه، عاد غادي نضيف لهم الحمص، فهمتوني؟ المهم ناخد هنا واحد الكوكوت اللي غندير فيها هاد الكرا، ندير فيها البصله، وندير هنايا الثومه. خديت واحد خمسة الفصوص الثومه، انا كنلحهم هكاك صاينين، ما كنقطعهم ما والو، راكم عارفين الكرا كيشدوا الوقت، يعني راه ما غاديش تلحقوهم، راه غادي يذوبوا. صافي، عندي هنايا تقريبا واحد الكويس صغير، تقريبا نص كاس العنبه ديال زيت الزيتون. الا كنتو باغيين ديروا زيت النباتيه العاديه ديروها. العطريه عندي هنايا الخرقوم، تحميره، عندي هنايا واحد جوج حبيبات ديال الهيل، عندي سكينجبير، الخرقوم، البزار، الكامون، شويه ديال القرفه، شويه ديال الملحه، وشويه ديال البزار حبوب. هذا البنات الزبيب راه كيجي كاضافه، راه كيجي غزال مع الهرقمه، غير هو حتى يطيب، يعني تبقى له غير تقريبا واحد ربع ساعه باش تطفيو عليه الكوكوت، رمي هو التالي. صافي، غادي نمرق هنايا الهرقمه ديالي وغادي نخليها تطيب. من بعد ما يطيب ليا واحد شويه عاد غادي نضيف الحمص. من بعد بالنسبه للطبق الثاني ولا الاكله الثانيه اللي درت هذا النهار، الملوي بالخليع اولا ملوي باكريج. سمحوا لي البنات، راني سجلت ليكم العجينه في الاول باش جيت نطوي الملوي. انا عند بالي راني كنصور، صدقت ما صورت حتى شي حاجه، تفقست صراحه. سمحوا لي البنات، ضروري غادي ندير لكم فيديو خاص على الملوي، كيجي خطير مورق غزال غزال، والمذاق ولا اروع. هادو هما جوج اكلات اللي درت. بالنسبه للتحليه راه شط ليا البارح كما قلت لكم، درتها هي الطبقه الاولى، والطبقه الثانيه خديت شويه ديال الفريز، طحنته مع نص لتر ديال الحليب، وخديت سنيده وطحنتهم مزيان، درتهم على النار مجهده، وزدت عليهم جوج معالق كبار ديال مايزينا باش يختار لي الخليط. من بعد ما اختار صافي كبيتهم فوق ديك الطبقه الاولى اللي شطت ليا البارح، يعني النهار الرابع. صافي يا البنات، وخليتهم بردو، زينتهم هكا بالفريز وبشويه الكريمه من الفوق. ها هو ده البنات الملوي، كيجي خطير صدقوني. راني صورت لكم المرحله الاولى فين كنت كنعجن، ولكن فاش جيت كنلوي يعني المرحله الثانيه اللي مهمه ما تصوراتش ليا، انا عند بالي راه كاي صور التليفون، فاش جيت نحبس الفيديو لقيت راه ما صورت حتى شي حاجه. المهم يسمحوا لي، ضروري عندي لكم فيديو اخر. هذا هو الفيديو ديالنا هذا النهار، خفيف ظريف، نتمنى تقبلوا عليا، وشكرا لكم وبسلام عليكم.